بالنسبه لضعف التحضير في محافظه الفيوم او بندر الفيوم لم تتجاوز النسبه حتى الان حتى الساعه الثانيه 10 ظهرا الساعه 10 ظهرا نسبه 10%. والسبب دي يعتبر دي رساله موجهه للدوله للحكومه للمرشحين، رساله قويه ولازم الجميع يفهم هذه الرساله. أن هذا الشعب غاضب، غاضب نتيجه سوء الخدمات التي تقدمها الحكومه، سوء الاداء. دي غضبه او رساله اعتراضا على المال السياسي الموجود في الشارع اللي موزع في الشارع، اعتراضا على اداء الحكومه السابقه، اعتراضا على اداء الصحه، اعتراضا على اداء التمويل، اعتراضا على اداء التعليم، اعتراضا على اداء المرور، اعتراضا على المنظومه الامنيه. هذه رساله موجهه للجميع، ولا بد ان اجهزه الدوله تفهم هذه الرساله وتعي هذه الرساله مبكرا قبل ان تكون هذه الرساله مقدمه لثوره سلسه. هذه الرساله لابد ان يفهمها الجميع. اما بالنسبه للمال السياسي واطلاق العنان للمال السياسي في الشارع، اجهزه الامن فين؟ اين دور الامن الوطني فيما يفعله الامن فيما تفعله الاجهزه او فيما يفعله المال السياسي في الشارع؟ دور الامن الوطني يتحرك ويرصد ويعمل قضايا ويقدم، لان خطر المال السياسي الموجود في الشارع وتوجيه الناس واشد خطر من القنابل التي تزرع في المياه. هذا لابد ان يكون الدور او لابد ان يكون الدور الاجهزه الامنيه دورا في ما رصد. اما بالنسبه لعدد المحركات هي بيع الاصوات او شراء الاصوات، التوجيه خارج اللجان، لكن داخل اللجان العمليه تسير بنزاهه داخل اللجان. هذه رساله او اردنا ان نوصل هذه الرساله.